في ختام زيارته لأربيل، العامري يهيئ الأجواء لإطلاق مبادرة تكون معها الظروف مؤاتية لساعة صفر أخرى من الحوار. بعد أن استبق القضاء المهلة المحددة وأعاد الكرة لملعبها الصحيح، الصدر يحشد لمظاهرة مليونية مغايرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. السكون اللي تعيشه العملية السياسية وحالة الجمود في المواقف بعد الأحداث الأخيرة اللي أعقبت السيطرة على مجلس النواب وما أدى ذلك لإيقاف عملية استكمال الاستحقاقات، يشوفها زعيم الفتح أنها غير مقبولة ومن غير المعقول بقاء الحال على ما هو عليه الآن. لهذا أنطلق شمل الأقطاب السنية الكردية على حد سواء بغية ما يمكن معها من طرح رؤية جديدة تكون قادرة على جمع الأطراف المتضادة في وجهاتها عند طاولة الحوار مرة أخرى. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة، بعد أن أصدر مجلس القضاء قراره وقال كلمته للأطراف التي تزج به في منتصف خلافاتها وتضعه في الزوايا الحرجة، وبرغم أن ما صدر كان مطابقا لكل القوانين اللي أسست عليها هذه السلطة، لكن الأمر لم يرق أيضا لهذه الجهات التي تستعمل ورقة الشارع وتفرض الأمر الواقع في القفز على هذه المقررات المرعية، فالقانون ليس تفصيلا حسب الحاجة. إذا مشاهدينا الكرام، هذين الملفين سيكونان حديثنا ومحور حديثنا في حلقة الحصاد لهذه الليلة. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. الحراك السياسي اللي يقوده زعيم تحالف الفتح السيد هادي العامري في بغداد وكردستان لفك طلاسم المشهد المعقد، ويتوقع مراقبون ان تجنى ثماره قريبا، فهو خطوه مهمه في اطار حلحله الازمه الراهنه والمضي قدما في استكمال الاستحقاقات الدستوريه. نفتح هذا الملف بعد مشاهده تقرير الزميل علي حبيب. بعد اشهر من انغلاق سياسي جمد المضي بخطوات تسميه ما تبقى من الرئاسات، تعود المفاوضات من جديد، وهذه المرة من رئيس تحالف الفتح الذي بحث عن حلول في جبال كردستان بعد اجتماعات تشاورية مع الأقطاب السنية، وناقش مستجدات الأزمة الراهنة وصياغة مبادرة جديدة تكون على قدر هذا التحدي القائم والتصلب في المواقف. الحاج هادي العامري الذي بدأ يتحرك بخطوات سريعة ومدروسة من خلال لقائه برئيس مجلس النواب ولقائه بالأحزاب الكردية، هذا يعطيك مؤشرات أن هناك ماضين في موضوع تشكيل الحكومة رغم الاعتراضات من قبل التيار الصدري على تشكيل الحكومة، وأيضا اختيار المكان المناسب لانعقاد مجلس النواب قد يكون في أحد المحافظات الشمالية، وبالتالي الخروج برؤية جديدة والعبور على موضوع الانسداد السياسي وخلق أجواء إيجابية. الترقب لمبادرة تنهي صفحة التصعيد وتكتب السطر الجديد لمرحلة جديدة مشروطة بمدى تفاهم الأقطاب السياسية بالجلوس إلى طاولة واحدة واستحصال الإجماع الوطني، وربما أولى هذه المؤشرات صدرت من أحزاب الشمال التي ثمنت مساعى العامري لتطويق الأزمة وألمحت بانفراجة قريبة. أعتقد نتيجة الانغلاق السياسي والتظاهرات التي عصفت بالعراق والتي أدت إلى تواجد المتظاهرين في البرلمان العراقي مما أدى إلى شلل كامل في المنظومة التشريعية، كان وما زال السيد العامري يسعى من أجل تقريب وجهات النظر ما بين الأخوة المختلفين حتى لا يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف وفرض إرادات، ولذلك سعى من أجل تقريب وجهات النظر. وبين ركام الخلاف السياسي وحوارات الفرصة الأخيرة والنداء الأخير، جاء قرار مجلس القضاء الذي أعاد الكرة إلى ملعبها
بما يتعلق باتباع الآليات الدستورية وكبح جماح السقوف العالية التي تتخطى أطرها القانونية ليبقي المشهد مفتوحا على الحوار الجدي أو الخلاف الضدي، وثاني هذين الخيارين حتما سيصل بالبلاد والعباد نحو أمر مجهول لكنه معلوم العواقب. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية الأعمال الجامعة، حياكم الله دكتور ضيفنا الكريم بحضرتك، وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياكم الله سيد عقراوي. أبدأ مع حضرتك دكتور عامر، يعني تعلمنا من النظم السياسية والمفاوضات وفن التفاوض بأن المبادرة اللي ما تتضمن خارطة الطريق وحلول تطرح هي ما تتعدى كونها دعوة للحوار. اليوم مبادرة السيد العامري، حراك بالأطراف السنية، ذهاب إلى كردستان، أربيل، سليمانية، تتوقع أنه لما يكون هكذا حراك يحمل بمضامين خارطة الطريق؟ يعني من حيث المبدأ أي مبادرة تم تقديمها سواء كان الأخيرة من السيد العامري، من السيد السيد مسعود لديه يعني دعوة لموضوع الحوار، السيد الكاظمي أيضا قدم دعوة، كل هذه خل نتعامل وياها بإيجابية، ولكن الخشية، كل الخشية من أن تكون مبادرات من أطراف هم جزء من المشكلة. يعني لازم نفرق ما بين المطالب والمبادر. أنا أعتقد أي دعوة لحوار تصدر الآن من أي طرف من الأطراف، يعني من أرباب البيوت الثلاثة سواء كان البيت السني أو الشيعي أو الكردستاني، يعني هذه هؤلاء جميعا هم شركاء ويتحملون مسؤولية ما حصل وما يحصل. خليني أرجع، طالما معنا من الإقليم ضيف عزيز، خليني أرجع إلى التأكيد على أن الأزمة في العراق هي عنقودية ومتجذرة. علامتها الفارقة أو عنوانها هي تنازع ما بين، ودنا نتحدث عن نظام سياسي، تنازع ما بين علويتين هما العلوية الدستورية والعلوية التوافقية. الغلبة كانت للعلوية التوافقية، بمعنى أن هناك احترام للعلوية الدستورية، ولكن متى يبدأ الاحترام؟ يبدأ بعد التوافق، فيأتون بالصيغة التي توافقوا عليها لكي يضعوها ضمن السياقات الدستورية، وإن لم تحصل هذه الصيغة يتم الانتظار إلى أن تكتمل هذه الصيغة، في حين بالنظم السياسية التوافق مطلوب لتحقيق توازن، ولكن إن لم يتحقق التوافق والتوازن يتم اللجوء مباشرة إلى السياقات الدستورية، ولتكن على حساب طرف من الأطراف. لدينا ظلت التوافقية هي التي لها الغلبة. اللي زاد من الأمر تعقيدا وسميت بالانسداد السياسي ما بعد الانتخابات الأخيرة، إن علوية ثالثة دخلت مع العلويتين اللي هي العلوية الشعبية. العلوية الشعبية وهي معروفة، هذه يعني لها مسارين. طيب، إن كانت منظمة، إن كانت منظمة فهي تذهب إلى ما هو صحيح، لأن تنصرف بالتالي للسياقات الدستورية باعتبار الشعب مصدر السلطة. إن كانت غير منظمة سوف تذهب بنا إلى الفوضى. طيب، أرجع لحضرتك في العلوية الشعبية، ولكن ما طرحته وجدت ترحابي بحضرتك الدكتور ديار عقراوي. يتفضل ضيف الكريم الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض حول
الغلبة التي كانت التوافقية على حساب الدستورية. طيب إذا كانت هذه قاعدة في النظم السياسية تنطبق على ما حصل بين الاتحاد والديمقراطي، تنطبق على ما حصل في البيت الشيعي وأيضا البيت السني غير بعيد، وسط هذه المبادرة الأخيرة هل ترى هنالك توافقا حتى وإن كان ذا غلبة على الدستور؟ تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الأكارم. طبعا ما طرحه السيد ضيفك الكريم بموضوع التوافق وبعد ذلك اللجوء إلى الدستور، أعتقد لو تنظر إلى البيئة الاجتماعية العراقية والخلافات الموجودة بين المكونات منذ 100 عام تقريبا، منذ ولادة الدولة الحديثة العراقية، تجد أن هذه الخلافات كانت موجودة وموجودة بقوة. فلذلك بعد تغيير النظام في العراق أول ما بادروا إليه بعد الدستور لجوا إلى التوافق، لأن بدون التوافق من غير الممكن أن نجد حلا لهذا الوضع. فلذلك في لجأنا إلى التوافق ليكون حلا وليكون كل الأحزاب السياسية من جميع المكونات يشاركون في الحكم لغاية ما تبدأ الثقة وتنمو الثقة بشكل مناسب بين القوى والأحزاب السياسية في العراق، وهذا هو بنظري الحل الوحيد والحل الأنسب. لأن حتى مسألة الدستور أيضا لجأنا إليه، فمن خلال الاستحقاقات الدستورية ومن خلال القوانين لم يستطع التحالف أو ما يسمى التحالف الإنقاذ الوطن بتشكيل الحكومة، وعندما لم يستطيعوا بتشكيل الحكومة إما أن يعطوا المجال للآخرين بأيضا لممارسة الحقوق الدستورية والقانونية، وإذا لم يسمحوا لهم ليس لدينا خيار آخر. يعني أما الخيار الشارع فإن الخيار الشارع ليس موجودا أو حكرا على جهة معينة، وإنما الشارع هو الآن قوة موجودة لدى كل القوى السياسية في العراق وخاصة بين القوى الشيعية. يعني مبادرة السيد العامري أستاذ ديار، مبادرة العامري عندما زار أربيل وزارة سليمانية، إذا كنت تسمعني لطفا، لجانبي. فالحل الوحيد حاليا هو التوافق والعودة إلى الحوار وإلى الحوار الوطني، هذه الحل وليس هناك حل العودة إلى الحوار المبادرة الجديدة إلى حكومة توافقية، أو لا سمح الله نذهب إلى منعطف آخر وهو منعطف لا نحبذ إليه. دائما ما نسميها دكتور أنه حوارات الفرصة الأخيرة، ولكن طال المكوث في هذه الأزمة. حضرتك تحدثت عن العلوية الشعبية، بالتالي حسب مراقبين قالوا أنه ماكو تيار سياسي يملك الشارع، باعتبار أن خرجت تظاهرات التيار وقبالته خرجت تظاهرات الإطار، بالتالي ما حد يملك الشارع، وكان هنالك تعادل حسب تعبير هؤلاء المراقبين. لما نتحدث عن العلوية الشعبية وتحريك ورقة الشارع، هل هذه ستعزز مبادرة الحلول المطروحة في الأروقة السياسية وتعجل من القبول بما يطرح من خارطة الطريق؟ يعني عندما أتحدث عن العلوية الشعبية من ندخل للتفاصيل، أنا قلت هناك شقين. نعم. الشق الأول، هذه العلوية الشعبية إن كانت منظمة، يعني على سبيل المثال نأخذ في الدستور الكل نسمعه يقول التظاهر حق مكفول، هو مضمون دستوري. لكن عندما نأتي إلى حقيقة الأمر، الاحتجاج والتظاهر هو غير منظم قانونيا، لأنه الرد للمادة الخاصة بالتظاهر وينظم بقانون، وينظم بقانون، القانون ما موجود لحد الآن. فهذه المسألة، يعني هو التظاهر أداة وليس هدف، التظاهر إلى توقيتات محددة وليس هدف، التظاهر ساحة شارع، والشارع يعني هو مو طاولة حوار، هو طاولة ضغط، وطاولة الضغط هذه إن كانت طويلة وهناك تقابل
يعني تقابل شعبويات الان. نعم. كل من يقدر جمهوري طلعه. بهذه الحاله عندما يتم التقابل ما راح تؤدي وظيفتها، يعني التظاهر ما راح يؤدي وظيفته، وانما سينتقل بنا الى ابواب تذهب بنا للمجهول ربما. فهنا الخطوره، هنا الخطوره. انا يعني احنا عندنا لماذا وكيف، يعني لماذا حصل ما يحصل الان وكيف نخرج مما حصل الان، هذه المهمه. عندما نتحدث طويلا عن لماذا حصل راح نقلب المواجع. طيب. انا راح احدد المسؤوليه. طيب. وبملء الفم. لا. وبدون تردد، المسؤوليه يتحملها كل ارباب البيوت الثلاثه. وقل لي كيف، يعني ارباب البيت السني والبيت الشيعي والبيت الكردستاني. كيف؟ هناك ثلاث أسباب، وكل سبب يعود إلى أرباب بيت من البيوت. رح أجي للبيت السني، رموزه رمزه الأساسي السيد الحلبوس، وهو رئيس السلطة التشريعية. وإحنا عندنا ثلاث سلطات. أسأل لماذا استعجل بالموافقة على استقالة أعضاء التيار الصدري؟ إثارة مهمة هذه. كان 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 من الممكن انه ان يدخل في مفاوضات لو يعرف الدواعي اللي هسه نشوفها. كان يتأنى، يعني موافقات تتم بهذه السرعه، كان من الممكن ان يعرض هذا الموضوع على مجلس النواب. نعم. ويدخل بتصويت، لانه هاي مساله قد تؤدي الى يعني بها تداعيات على اي حال. 73 نائب يا اخي فائز، وبهذه السهولة تتم الاستقالة. أنا أتذكر جيدا بأنه استقالة واحد من النواب تعرض على مجلس النواب. طيب. فكيف ب 73؟ هذه في البيت الشيعي. في البيت الشيعي. نعم. لماذا تسرع الإطار بالاستبدال؟ كان من الممكن أن ما يتسرع بجلسة الاستبدال. وهذا أيضا واضح. البيت الكردي حتى نحيد إلى السيد ديار. الكردي هناك عقدة لو كانت محلولة. أنا أعتقد موضوع تشكيل الحكومة قبل الانسحاب كان حلت أيضا، اللي هي عقدة لماذا لم يتوافق، والتوافق مطلوب كردستانيا حول رئيس الجمهورية، أرباب البيت الرئيسيين الاثنين لماذا لم يتوافقوا على تسمية مرشح يتوافقون، ولو توافقوا لتحقق النصاب اللي هو الموصوف نصاب الثلثين. جلسة وكان اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء تصير سهلة بالأغلبية المطلقة. طيب خلي أحيل هذا الموضوع على السيد ديار. سيد ديار، يعني لما يفصل الدكتور عمر حسن فياض هذه الإشكاليات، نرجع إلى إشكالية البيت الكردي. لو كان هنالك توافقا، أو هسه ما يفترض، خلينا نحكي بالحالي، ما اريد نقلب المواجع، انا قلت ما اريد نقلب المواجع، ولكن هسه ناتي الى زياره السيد العامري. هل حمل بيده مبادره وخارط الطريق للحل عندما زار السليمانيه وزار اربي على حد سواء؟ وهنا اريد ايضا تسريبات اعلاميه. طبعا زياره السيد العامري الى اقليم كردستان، وسبق ان اجتمع مع السيد الحلبوسي لحل هذا الوضع والانسداد، والانفتاح على هذا الانسداد الذي حصل داخل المشهد السياسي العراقي. انا لا اعلم بالضبط ماذا دار في الاجتماعات، لانهم لم يصرحوا رسميا لا من السيد هادي العامري ولا من الجهات التي زار اليها، ولكن المسألة مبينة أن هناك خلافات عميقة، وخاصة بعد تسمية السيد محمد شيعة السوداني من طرف الإطار التنسيقي وترشيحه ليكون رئيسا للوزراء، بدأ التصعيد من جهة السيد مقتدى الصدر من تغريدات ومن جانب الإعلامي، وكذلك من مجيء واتيان أتباعه إلى الساحات والتظاهر واللجوء الى المظاهرات والدخول الى البرلمان والى المنطقه الخضراء والاعتصام هناك. ف
فأعتقد أن هذه الزيارة هي بدون شك للخروج من هذا الانسداد لكي نقوم بحل هذه المشكلة. نحن من طرفنا كاتحاد الوطني الكردستاني رحبنا بهذه المبادرة ورحبنا بكل دعوة تأتي لحلحلة هذا الوضع والخروج من هذا الانسداد السياسي. لكن خل أعود إلى ضيفك الكريم وأشار إلى نقطة مهمة، أن الاستفزاز من سيد الصدر بدأ باستعجال البدلاء أو سعداء البدلاء أو انعقاد الجلسة، وخاصة الجلسة كانت فعلا فيها نوع من الاستفزاز لأنها كانت المجلس الوطني في عطلتها، علما أن هذا المجموعة من النواب كانوا خارج العراق ومجموعة كانوا في عطلتهم. الكل اجتمعوا على اجتماع طارئ واجتماع استثنائي، فعلا هذا الاجتماع أدى إلى استفزاز السيد مختار. أيضا هذا تقريب المواجهة، خلينا في اليوم أستاذ ديار إذا تسمح، خلينا في اليوم، هل كانت هنالك خارطة طريق طرحت على الطاولة بين الأحزاب الكردية إذا تسمعني؟ حتى ما تبقى من حلفاء أستاذ ديار إنقاذ الوطن من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك من إخوان السنة من السيادة أيضا شارك في الاجتماع، يعني عقدة أعود إلى عقدة رئاسة الجمهورية، يعني نعم. حقيقة رئاسة الجمهورية ليس العقدة الوحيدة، ليست العقدة الوحيدة دكتور، اسمح لي أستاذ ديار، هسه اليوم احنا كواقع حال يعني سنة 2018 ما أدري إذا اسمعني أستاذ ديار ولا الحزبين الكرديين على مسألة الرئاسة، فبالأخير أستاذ ديار انعقد الجلسة كواقع حال. كواقع حال اليوم لما تكون هنالك مبادرة وزيارة للسيد هادي العامري إلى أربيل وإلى السليمانية تطرح حلول، لو ايضا احنا لو عندنا خارطه الطريق تطرح له انه هي دعوه للحوار وكل شيء ينتهي. طبعا الكل مع الحل، يعني عدا مثلا لو شو كل الاحزاب السياسيه بالعراق حتى التيار الصدري كلهم يقولون يابا احنا مع الحل ومع الحوار الوطني ومع الجلوس على مائده المفاوضات، لكن الحل الوحيد المشكلة البيت الشيعي أنه ما يوجد ثقة بيناتهم، يعني التيار الصدري مدى يثق بالطرف الثاني وهو الإطار التنسيقي. حتى يعني تابع الموضوع، يعني زيارة السيد العامري لوحده، يعني حسب المراقبين السياسيين يقول الشخص الوحيد الذي له نوع من الثقة ما بينه وبين السيد مقتدى الصدر هو السيد العامري. يعني حقيقة نحن في أزمة، في أزمة حقيقية، فنحتاج إلى حل، والحل أنا باعتقادي لعدم وجود الثقة بين هذه الخصوم السياسية نحتاج إلى طرف ثالث، سواء كانت الأمم المتحدة أو دولة جارة أو دولة أو شخصية معينة، نحتاج إلى طرف ثالث يكون يعتمد عليه الجهات الأخرى ويكون موضوع ثقة، وهذه الثقة يعود بينهم ويعودون إلى الحوار وإلى جلسة المفاوضات. أشكرك شكرا جزيلا السيد ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أثريت الحوار في هذا الملف، تتفضل البقاء معي الدكتور عامر حسن فياض كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. بعد استباق القضاء المهلة المحددة وإعادة الكرة لملعبها الصحيح، الصدر يحشد لمظاهرة مليونية مغايرة.
الله مجددا، وجدد ترحابي بضيف الكريم الاستاذ الدكتور عامر حسن فيار، حياكم الله دكتور. وينضم معي في الاستوديو ضيفا كريما الاستاذ عباس العقابي الخبير القانوني، حياك الله استاذ عباس. ابدا مع حضرتك دكتور، لما نتحدث عما افرزه اجتماع او جلسه مجلس القضاء الاعلى، نصت انه مجلس القضاء اكد عدم اكتمال الاستحقاقات الدستوريه انها حاله غير مقبوله، وكنت في الملف الاول حضرتك تتكلم عن هذه الاستحقاقات، عقده رئاسه الجمهوريه وعقده رئاسه الوزراء، وايضا في ذات الجلسه دعا مجلس القضاء الجهات السياسيه الى عدم زجه في الخصومات والمنافسات السياسيه، لربما ايضا اشار الى الحرب النفسيه والعمليات النفسيه. كيف تنظر الى موقف القضاء حاليا؟ يعني هناك مساله اعتقد تتكرر وتتكرر خطأ. يعني المحكمة الاتحادية أنا بتصوري عملها دستوري سياسي بامتياز، لأنه يتعلق بالدستور. فعندما نقول أن على المحكمة أن تبتعد، هي مو تبتعد عن وظيفتها ذات الطابع الدستوري السياسي، وأن تبتعد، وإنما تبتعد عن ميولها أو تحيزها أو تحزبها إن صح التعبير. تلاحظ شلون؟ فهي تشتغل بنصوص دستوريه، النصوص الدستوريه تتعلق برئاسه الجمهوريه، تتعلق برئاسه مجلس الوزراء، تتعلق بهاي الوظائف السياسيه الاساسيه اللي يحددها الدستور لمن؟ لكل العمليه السياسيه. فهذه يعني لابد ان ننتبه بشكل او باخر لها. الشارع كما قلنا في البدايه هو جيد جدا وموضوع ترحيب إن كان ساحة ضغط، وإنما أن يصبح ساحة مواجهة فهنا الخطورة الحقيقة. يعني دعوات للاستمرار بالتظاهر أو اعتصام يقابلها دعوات أخرى، يعني وكأنما نحن أمام عناد سياسي وليس أمام تنافس سياسي، وهناك فرق بين العناد والتنافس. يعني عن دور المحكمة، عندما المحكمة إذن لديها دور ودور مهم، راح أذكر المشاهد الكريم إن كيف اتخذت المحكمة قرارات وذات طابع مهم. عندما تم تقديم شكاوى بأن الانتخابات مزورة، فأكدت بأنها لا، الانتخابات غير ما بيها تزوير، فهذا قرار أزعل الإطار في حينها، ولكنه احترام. طيب. بعدها مسألة النفط ويا إقليم كردستان، اتخذ قرارات جريئة. فإذا كان البلد معرض للحريق بكاملة، من الذي يتدخل؟ احنا عندنا طرفين، كمؤسسات دستورية المحكمة الاتحادية، وكمؤسسات ذات مصداقية ومقبولية وثقة هي المرجعية. تلاحظون؟ لذلك عندما نقول حوار، وعندما نطلق هذه العناوين الكبيرة، تعديل دستور، حل برلمان، انتخابات جديدة، هذه مطالب يعني كعناوين، لكن بالتفاصيل الإجرائية كيف تتم؟ لابد من حوار. طيب. إذن ترجع إلى الساحة السياسية. خلي أقاطع دكتور إذا تسمح لي حتى نذهب إلى ضيف الكريم أستاذ عباس. عطلت عليك أستاذ عباس، لما يتحدث الدكتور عامر حسن فياض عن هذه الجدليات ويشيد بجرأة المحكمة بأن تقول قولتها الفصل في الكثير من المواقف. البارحة أيضا قالت قولا فصل بأنه أكد مجلس القضاء عدم امتلاك صلاحية حل البرلمان ومهامه مقتصره على اداره القضاء فقط. كيف تنظر الى ما ذهبت اليه المحكمه الاتحاديه، وهل سيكون مقبولا من ضغط الشارع؟ تحيه طيبه لك ولضيفك الكريم والى مشاهدينكم الكرام الافاضل. ابتداء اود ان انوه انه هنالك فرق ما بين مجلس القضاء الاعلى وما بين المحكمه الاتحاديه العليا. صح انهم ينضويان الاثنان تحت السلطه القضائيه، لكن مجلس القضاء الأعلى بمعزل والمحكمة الاتحادية بمعزل. المحكمة الاتحادية لها قانون، مجلس القضاء له قانون.
المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا تمارس اعمالها ولا صلاحية ولا سلطان عليها لغير القانون في عملها. البارحة اصدر مجلس القضاء الاعلى نأى بنفسه عن انه قادر على حل البرلمان من الناحية القانونية، وهذا صحيح لان بالرجوع الى قانون مجلس القضاء الاعلى لسنة 2017 نجده انه اجرائي وتنظيمي لعمل المحاكم التي تنضوي تحتها المحاكم العادية، محكمة الأحوال الشخصية والبدائع والتحقيق والجنايات وغيرها، ولا تدخل من ضمنها المحكمة الاتحادية. إذن بصلاحياتها إدارية ليس لها أي علاقة بالقضاء السياسي. المحكمة الاتحادية هي ذات جنبة قانونية وسياسية بحتة، تمارس عملها القانوني لكن اختصاصاتها أملت عليها على أن تكون لها دور سياسي وتدخل في العملية السياسية، وكثيرا ما تم تأجيل بعض الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة والأمور السياسية المصيرية بقرار من المحكمة الاتحادية، يعني توقف الأمور على قرار المحكمة الاتحادية. بيان مجلس القضاء الأعلى كان واضحا وصريحا أنه على الجهات الإعلامية عدم زج القضاء، أي المقصود بالسلطة القضائية وليس المحكمة الاتحادية، عدم زج السلطة القضائية بالأمور السياسية، وهذا صحيح لأن المجلس القضاء دوره بعيد تماما عن المحكمة الاتحادية، شأنه وارتباطه بالمحكمة الاتحادية فقط أنه يرشح أعضاء المحكمة الاتحادية بالتشاور مع بقية الجهات القضائية ويصوت عليهم البرلمان ليتعينوا أعضاء المحكمة الاتحادية. صلاحيات المحكمة الاتحادية في المادة 93 هي قضائية سياسية بحتة، من ضمنها حل النزاع الحاصل ما بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، ومن ضمنها تفسير الدستور وغيرها من الأمور. طرق حل البرلمان التي طالب بها أكثر من جهة سياسية وجماهيرية هي طريقتان في المادة 64 لا ثالث لهما، وهي أولا بطلب من رئيس الجمهورية مع بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس مجلس رئيس مجلس الجمهورية، وهذا الحل معطل لأن الآن نحن في ظروف حكومة تصريف أعمال. الشق الثاني وهو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 110 وبموافقة الأغلبية المطلقة 166. إذن الحل الرئيسي الآن بيد السلطات السياسية وليس بيد المحكمة الاتحادية. طيب السلطات السياسية اليوم دكتور لاحظها عندما استخدمت النزول إلى الشارع وهذه الجزئية العلوية الشعبية عبرت عنها حضرتك، السيد الصدر يحشد لمظاهرة مليونية وأعلن وقتها أنها يوم السبت المقبل راح تكون في ساحة التحرير، وهنا نجي على التسمية سماها الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة لمن؟ كانت قد أعطيت فرصة لمجلس القضاء أن يحل البرلمان، لم يحل البرلمان، إذن الفرصة الأخيرة لمن؟ يعني خلينا نتعامل وياها بهدوء المسألة. أنا أتصور الفرصة الأخيرة للضغط وليس للمواجهة، ويا حبذا يكون يعني ضمن إطار التفكير بطرح هذه القضية هي هكذا. طيب يعني أن تكون هي الفرصة الأخيرة للضغط، وهي وصلت الرسالة. يعني الآن إذا حصل الحوار ولا بد الحوار أن تكون له مفاصل. أنا قلت لك عندي خمس ركائز لازم أتحدث عنها يعني بالنسبة للحوار. إن حصل الحوار فلا بد ومن الأخذ بنظر الاعتبار أن الشارع غاضب، أن الشارع مطالب، ان كل العناوين المطروحه على الطبقه السياسيه جميعا عليها ان تستجيب لطلبات الشارع. كيف تستجيب؟ هنا ندخل بالاجراءات. الحوار هناك دعوه، من هو الداعي؟ حتى لا يصير احتكار لهذا او ذاك بانه هو الداعي للمبادره، لنقل ان الجميع هم واحد وهم جميعا متفقين على الحوار، هذه أساسا. اثنين، من هم المدعوين؟ المدعوين القضية ما تتعلق بالتيار والإطار، القضية تتعلق بالجميع، المسؤولية على الجميع. إذا المدعوين هم ممثلي تيار وإطار بالبيت الشيعي وممثلي السنة وممثلي وأرباب البيت الكردي، لابد أن يجلسون. لماذا؟ لأن راح على جدول الأعمال وشوف كل نقطة تخص مجموعة من هذه المجاميع. من هو الراعي لهذا الحوار؟ الراعي من بعيد ليس لدينا مؤسسة موضع ثقة
وموضع مقبولية وموضع مصداقية محلية وطنية عراقية غير المرجعية. يعني لابد أن تكون للمرجعية كلمة الراعي لهذه المسألة. وإحنا نعرف يعني المرجعية تدخلت في أخطر الظروف، وهذا الظرف خطر، تدخلت في موضوع استفتاء على الدستور وهي مسألة مصيرية كانت، تدخلت في مسألة داعش وكيف الفتوى الجهاد الكفائي. يبقى عندنا الضامن تواقيع كل الحضور. طبعا بالمناسبة يفترض أن يحضر ممثلي قوى اجتماعية وسياسية اللي تمثل المنطقة الرمادية، وهم الكثرة بالمناسبة، هم الكثرة، غير هؤلاء، يعني غير جمهور التيار، غير جمهور الإطار، غير جمهور البيت الكردستاني، وغير جمهور البيت السني. هناك السواد الأعظم هم الناس اللي أيضا طلعت تظاهرة ثالثة احنا نعرف موجودة، هؤلاء لديهم ممثلين. جدول الأعمال، هنا جدول أعمال الحوار، يفترض أول نقطة لحل العقدة كل العقد أنا بتصوري أنه أول نقطة لابد أن يصير نقاش وتوافق وتفاهم حول كيف يعود أعضاء التيار الصدري إلى مجلس النواب، وهذه لابد وأن يكون هناك مخرج قانوني، هنا المحكمة الاتحادية تتدخل. طيب خلينا أذهب إلى الأستاذ عباس إذا أسمح لي دكتور. نعم. في ضيق الوقت الأستاذ عباس، يعني يتحدث الدكتور عامر حسن فيار عن هذه الجزئيات لما تنأى المحكمة الاتحادية وينأى مجلس القضاء بنفسه عن المناكفات السياسية، فبطبيعة الحال المحكمة حسب توصيفه هي مفسرة للدستور وهي داخلة في العملية السياسية. الضامن والمحرك لكل هذه الحوارات، تستطيع المحكمة وفق قانونها أن تتدخل في إجراء حوار سياسي بين هذه الأطراف لحل هذا النزاع؟ هي مستقلة ولا سلطان عليها غير القانون، ولا يمكن أن تتدخل من تلقى نفسها ما لم يكن هنالك نزاع حاصل أو بناء على طلب أو دعوة تقدم إلى المحكمة الاتحادية لكي تتدخل. المحكمة الاتحادية حاليا هي في وضع متفرج، ليس لها سلطان على أي جهة، ولا يمكن أن تجتمع بأي جهة سياسية وبأي قوة سياسية من تلقاء نفسها. هنالك متخاصمين، تتكون المحكمة من 9 أعضاء يتخذون قرار بات ملزم للسلطات كافة. الحلول القانونية لحد الآن موجودة، الحلول الدستورية لحد الآن موجودة لم تنتهي، لكن هي عادة ما تكون الحلول القانونية والدستورية هي مخرجات أو نتائج لاجتماعات سياسية تسبقها. يعني اليوم القوى السياسية إذا اجتمعت واتخذت حلا واحدا من عدة حلول موجودة، طبعا أكثر من حل موجود، سيمضي هذا الحل القانوني والدستوري. وإذا وجد هنالك عراقيل في هذه المواد القانونية أو الدستورية، ستكون المحكمة الاتحادية متصدية لها بناء على طلب من أي جهة سياسية. الدكتور الفاضل ضيفك الكريم يقول أن إعادة أعضاء مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية هذا ممكن ووارد، لكن لم يورد هو في نظام المحكمة الاتحادية، ولم يورد في قانون المحكمة الاتحادية، ولا أيضا النظام الداخلي لمجلس النواب وقانونه حدد آليات حل أعضاء مجلس النواب أو استقالتهم. لكن يوجد قرار المحكمة الاتحادية سابق ينص على أن القرارات المصيرية التي تخص مصير العراق يجب الرجوع إليها إلى أعضاء مجلس النواب وليس إلى رئيس مجلس النواب، كما هو في عادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية عندما اجتهد السيد رئيس البرلمان بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى رغم مضي المدة القانونية. جاء قرار المحكمة الاتحادية على أنه لا يجيز لرئيس مجلس النواب وحده أن يتخذ هذا هكذا قرار، بل العودة إلى أعضاء مجلس النواب. وبما أنه 73 نائب أمر ليس بالهين، وأنه يشكل قوة عظمى في القوة السياسية، الكتلة الصدرية لها ركيزة أساسية في العملية السياسية، استقالتهم يجب أن تتم على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني، يجب أن تتم من قبل أعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على الأقل أو الأغلبية البسيطة أو أي عدد ممكن، لكن يجب عرضها على أعضاء مجلس النواب. يمكن حل حالتها، لكن اليوم السيد الصدر قبل قليل نشر عن طريق وزير القائد أو محمد صالح العراقي تعليمات
من ضمنها عدم ذكر إعادة للمتظاهرين، عدم ذكر إعادة أعضاء مجلس النواب مرة أخرى إلى البرلمان. الحل الوحيد من وجهة نظر السيد الصدر هي الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد حل البرلمان. جهات أخرى تقول أنه يجب أن تتشكل حكومة حاليا على الأقل أمدها سنة لتمارس عملها لتشريع قانون الموازنة المهم الذي يعتبر مفصلي في حياة العراقيين، ومن ثم تهيئ إلى انتخابات نيابية مبكرة. وهناك سيكون خلاف أيضا لاحق ما بين القوى السياسية على هل سيعتمد القانون الحالي أم تعديل قانون آخر، هل نفس المفوضية أم غير المفوضية، وهذا ما ستفضي له الأيام القادمة. لكن ببقاء القانون ذاته سوف تفضي النتائج إلى نفسها، ستخلق نفس الوجوه نفس الكتب. إذن نحن نجد أنفسنا أمام تيارين، تيارين العلوية الشعبية واستخدام رقد الشارع كما تفضل بها الدكتور في الملف الأول، والحوار وخارطة الطريق اللي يقودها سيد هادي العامري وحواره بين الكتل السياسية سواء السنية والكردية وحتى الشيعية. أيهما سيتغلف في الأيام المقبلة ستكون هي كاشفة لهذه التجاذبات. شكر كثير لحضرتك الأستاذ عباس العقابي الخبير القانوني أثريت الحوار، وشكر كثير لجنابك الأستاذ دكتور عامر حسن فياض عميد كلية الأعمال الجامعة أثريت الحوار في الملفين. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.